ده وانا لان كنت مع منتخب بروندي. طب قبل بروندي، لان معانا تليفون عايز ترجع الذكريات بقى والشغل في عمان ومسقط تحديدا. قول الو كده جرب. الو الو، كابتن فتحي، ازاي حضرتك؟ انا انت عرفت منين ده انا من كابتن الو؟ فتحي؟ ازاي يا كابتن فتحي؟ ازاي يا كابتن لطفي؟ استاذي ومعلمي، وخيرك عليا يا كابتن. ده انا يعني، الله يخليك لا يا كابتن كابتن، فتحي. اتعلمت منك حاجات كتيره. يعني التدريب ده طبعا حاجه تانية، الاخلاق والاحترام والادب والنظام. فاكر يا كابتن ما نيجي الله من السفريه وتقعد تقول لي لا لازم ارتب الحاجه قبل ما ننام؟ الله 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 الله، انت منور القناه يا كابتن لطفي، ومعاك واحد يعني بيلاعب اي حد يقعد قدامه يعني. الله يخليك كابتن فتحي، الله تسلم يا رب. يكرمك. الله يخليك، ده لا من ذوقك. والله محمد من الناس المحترمين اللي يعني القناه مقدمهم للاعلام المصري المحترم يعني. الحمد لله الحمد لله. كابتن فتحي نصير، يعني انا مش هقول بقى مدير الفني لمنتخب عمان فقط، لا ده المحاضر الدولي اللي ليه دور كبير جدا على كل المدربين، مش استاذ في مصر، الاجيال. في قاره افريقيا. الاتحاد الافريقي بيستعين بيه، الاتحاد الدولي بيستعين بيه، فقيمه وقامه كبيره جدا بالنسبه لنا في النادي الاهلي وفي الكره المصريه يا كابتن فتحي. بصراحه يعني النهارده انا استرجع ذكريات مع الكابتن لطفي نسيم، وفترات كانت مميزه حتى مع منتخب عمان. الو، ايوه معاك معاك. اتفضل يا كابتن. لا الحقيقه يعني انت معاك واحد من الناس اللي فعلا دخلوا مجال التدريب، ما دخلش بباراشوت، هو بدا التدريب من اوله، وبدا التدريب على مستوى عالي سواء مع نادي المقاولين، مع مدربين كبار، يعني دول المدربين اللي هم بيتلمذوا مع، زي ما تكون انت بتشتغل فرشه ولازم يكون لك صنايعي كبير، فانت بتكبر. لكن في واحد بيخش باراشوت على طول كده يقول لك انا بقيت كل حاجه. فالكابتن لطفي الحقيقه بدأ حياته يعني فعلا بالطريق الصح، اللي هو المفروض ما يجب ان يكون المدرب، من حيث ان هو يكتسب خبرته من ناس اكبر منه في نادي المقاولين مع مدربين اجانب لغايه ما وصل الفريق الاول. ودي يمكن اللي خلته ان هو يسافر سلطنة عمان، ومش مسافر هو لا هو اهلي ولا زمالك، بالعكس ده مسافر مع اساطير كره القدم. يعني كان معانا انا افتكر في سلطنة عمان كابتن شوقي عبد الشافي، كابتن علي بجريشه، كابتن شاذلي، يعني كابتن محمد ابو العز، دول الناس اللي هم من الصف الاول من المدربين. ان هو كابتن لطفي يبقى في وسط المجموعه دي كلها، أكيد هو يعني كان متميز ويستحق إن هو يكون في هذا المكان. فالنهارده هو طبعا مشرف القناة عندنا، وأنا زي ما بغروش يعني، أنا حتى لو ماناش في القناة النهارده لكن لازم أشوف محمد سعيد بيقول إيه. طيب فلقيته جايب الكابتن لطفي بقى، يعني تلميذك يا كابتن، أهم حاجة إنها تلميذك أنت يا كابتن. الله يخليك. لا أستغفر الله، العلم ملوش كده، بس أنت إنسان عامل زي السفنجه بصراحه، عم تشوف اي معلومات وتسال وتاخد وتدي وكده لغايه ما تاخد المعلومات وتوقف وتحاول وتطبق وكده، في حاجه تفرح يعني الحقيقه. طب المواقف اللي حصلت يا كابتن فتحي وانتم مع بعض في الجهاز، حضرتك كمدير فني وكابتن لطفي مساعد معاك في الجهاز، مواقف سواء في الملعب او حتى في المعسكرات، يعني كان ايه اللي بيحصل او الوضع كان بيبقى عامل ازاي؟ لا مش بيحصل، شوف طالما في نظام يحصل كل نجاح، يعني بنجاح بين الاثنين، المهم المنظومه كلها تبقى هي. يعني لما رحت كان ممكن اجيب اي حد مثلا من عندنا من نادي من الاهلي، او اجيب حد من النجوم اللي هو كبار، لكن هو الكابتن لطفي فرض نفسه، لان انا كنت بعد دراسات المدربين هنا في مصر قبل الكلام ده في الثمانينات، وكان مع هيدر جوت وكده، فاثبت وجوده، فحسيت انه فعلا كان في الاول كان مشروع مدرب، لغايه ما بقى مدرب كبير دلوقتي ولف افريقيا، ويعني عمل شغل جامد وربنا يوفقه، واصبح دلوقتي من اساطير كره القدم في المقاولين العرب. فدي حاجه تفرحنا وحاجه تطمن ان مصر فيها كفاءات وقيمه مدربين كبار، بس للاسف ما بنعرفش نستفيد بيهم صح. يعني كابتن لطفي كان لابد ان يستفاد منه من خلال النادي او من خلال البلد او من خلال الانديه احسن من يعني من اللي انا شايفه دلوقتي. يعني هو المعلومات اللي عنده والخبرات اللي عنده لابد انها تنعكس على اللي اقل منه سنا.
حقيقي مش الاقل منه كفاءه او كده أو. فالمهم لكن هذه الحياه ربنا يوفقه وربنا يوفقه كمان ان يعرف يكمل مع محمد سعيد حلقه، لانه محمد ده يعني انا بقول اللي قاعد قدامك ده كابتن لطفي ده محاضر ومراوغ و ما شاء الله عليك حاجه ما شاء الله يعني. الله يخليك كابتن فتحي، انا مش عارف انا مش عارف اسالك كده سؤال تاني خلاص. الله يا كابتن فتحي ده انت ايام حضرتك صعبه على محمد صح. لا خالص والله. طب بدورك بقى كمحاضر وفكره المحاضر دي ما بتبقى سهله، يعني المحاضر ده تخطى فكره المدير الفني لان هو بيدي دورات وبيثقف كل المدربين الجدد في الفتره اللي جايه. الكره المصريه محتاجه ايه يا كابتن فتحي الفتره اللي جايه؟ يعني عندنا خبرات في افريقيا، كابتن لطفي نسيم اشتغل في افريقيا واشتغل مع منتخب بروندي وكان خيره سفير للكره المصريه، وحتى الكره الاوروبيه او المدربين في اوروبا ابتدوا يعملوا ده دلوقتي مؤخرا، لكن مصر كانت سبقت في ده من سنين طويله. لكن دورك بقى كمحاضر دولي، ايه الرساله او ايه الفكره اللي ممكن من خلالك تتقال لكل القائمين على الكره في مصر عشان نبقى عندنا كوادر يستفيدوا من خلال خبراتكم، سواء اللي اشتغل في افريقيا او حتى كمحاضر دولي كبير زيك يا كابتن فتحي؟ اهم حاجه يا ابو كباسل، اهم حاجه ودايما اقولها العلم والخبره. العلم والخبره يكسبوا اي حاجه. من ايه؟ يعني يكسبوا الصداقات والعلاقات والتربطات. فاحنا الكره المصريه اديرت في فتره من الفترات وكل في مدربين كفاءات كويسه لكن كانت الصداقات والعلاقات والتربطات لها دور في ان في مدربين يعملوا في المجال تمام يسبقوا زمايلهم اللي هم احق اصحاب الخبره والعلم. فيا ريت يعني الاتي يعني ايه ينقلب شويه او الوضع يتقلب شويه ونفكر في العلم والخبره، لان بالعلم والخبره ممكن نقدر نفيد كتير. اللاعب هيستفيد والمدرب الصغير هيستفيد، لكن لما انت ما تهتمش بالعلم والخبره وتهتم باصحاب الثقه والصداقات والعلاقات دي ما بتاكلش عيش في الكوره دلوقتي، وثق انها ما بتعيش كتير، لكن صاحب العلم وصاحب الخبره هو المدرب اللي بيعيش كتير. اكيد اكيد. كابتن فتحي نصير المحاضر الدولي والافريقي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.